السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. طبعا عندي هنا في الحديقة بتنتشر سبحان الله هذا الحلزون، شوفوا كيف سبحان الله شكله، يعني أنا بالنسبة لي هذا الشكل سبحان الخلاق مقبول جدا، عن أشكال ثانية غير مقبولة بالنسبة لي. يعني هي عادة دائما تصيب النباتات في الأغلب وبتقتات على أوراقها اللي هي هذه الحلزونات أو غير مرغوب فيها، دائما يعني توجد سبحان الله. هي بدأت تظهر الآن بسبب سقوط الأمطار، بدأت تظهر طبعا هذا الشكل، وهذا الشكل الثاني اللي غير مرغوب عندي. يعني في ناس يسموه البذاق أو البذاق، ني كذا اسم يعني، بس هو غير مرغوب فيه يعني للنباتات سبحان الله. أشكال عدة لي يعني سبحان الخلاق، بدأت تظهر بسبب سقوط الأمطار، وهو سبحان الله يقولوا عنه كائن ليلي. في واحدة كانت صغيرة هنا،